إلى ذلك عقد منتدى شباب العالم جلسة نقاشية حول إطلاق منصة شباب العالم لقمة المناخ، وذلك في إطار فعاليات المنطقة الخضراء بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في نسخته 27 بشرم الشيخ. شهدت هذه الجلسة حديث عدد من شباب البرنامج الرئاسي حول التعريف بمهمة ورؤية منتدى شباب العالم، كما ناقشت الجلسة أيضا الفعاليات والبرامج المختلفة التي يقدمها منتدى شباب العالم، والتي من بينها معامل منتدى شباب العالم ونماذج المحاكاة المختلفة، بالإضافة إلى معرفة كيفية التقدم وحضور فعاليات المنتدى ومزايا حضور تلك الفعاليات من اكتساب لمهارات شخصية وقيادية مختلفة. كما تناول شباب البرنامج الرئاسي داخل هذا الحدث الحديث حول ما تناوله أو تتناوله منصة منتدى شباب العالم من خلال الموضوعات المطروحة على أجندة الأمم المتحدة لقضايا المناخ في النواحي البيئية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية.